بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده عن اخواننا السوريين اللاجئين في العالم كله. قد ايه قلوبنا معاهم، وقد ايه الواحد قلبه بيتقطع لما يشوف لقطات ناس كانت في بلادها معززه مكرمه وبعدين بقت لاجئه في العالم مش عارفه تروح فين. انما بسمه امل النهارده عن الانسانيه، ناس اتعاملت بانسانيه مع رجل سوري عايز يحمي ابنه واضطر ان هو يهاجر ويدور على مكان يلجأ اليه في اوروبا وهو شايل ابنه وبيحتضنه. الراجل ده اسمه اسامة عبد المحسن. اسامة عبد المحسن كان بيشتغل في سوريا مدرب كورة لفريق يعني متواضع، ما هوش من المدربين الكبار، لكن دي مهنته مدرب كورة. وحصل اللي حصل في سوريا وبقى اضطر ان هو يبحث عن مكان يلجأ اليه وهاجر لاوروبا بالطريقة اللي انتوا بتشوفوها. الله يحمي الاطفال ويحمي النساء ويصبرهم ويحمي بلادنا. ويطلع اسامة عبد المحسن ويوصل الى المجر، وهو بيهرب من جنب الحدود المجرية بيجري وشايل ابنه، تيجي صحفية مجرية وتقوم مشنكلاه بغل، فيقع على وشه ويقع الطفل على وشه ويبكي الطفل، وتلتقط العدسات اللي كانت بتصور اللقطة دي لصحفية ما عندهاش إنسانية، وينتشر الخبر ويتزاع ويظهر في التلفزيونات في أوروبا. لكن زي ما في واحدة ما عندهاش إنسانية، في إنسان تاني كان عنده إنسانية. مين دون؟ رئيس نادي رياضي في أسبانيا. هو سمع القصة فعرف إن الراجل ده كان بيشتغل مدرب، رئيس النادي نادي ختافي في اسبانيا، قرر بشكل انساني ان هو يدور على الراجل ده ويبعت له ويقول له النادي مفتوح لك، تعال درب الناشئين عندنا في النادي. ويسافر على اسبانيا اسامة عبد المحسن ومع ابنه، ويستقبله رئيس النادي ويعملوا له حفلة، ويجي الفريق الأول للنادي يحتفل بيهم كلهم. فكريستيانو رونالدو اللاعب الشهير في ريال مدريد يسمع بالقصة فيطلب ان هو يقابل أسامة عبد المحسن علشان يفرح ابنه، بدل الدموع يدخل على وجه ابنه الابتسامة، ويتصور مع الولد ويمضيله على الفانيلا بتاعته، ويتعين أسامة عبد المحسن مدرب في النادي ويبدأ يعيش هو وابنه في النادي دون، ويقولوا للابنه تعالى حنختبرك عشان لو انت موهوب في الكرة تلعب انت كمان في النادي. ويبتسم الولد ويبتسم أسامة عبد المحسن، ويتحول الألم بسبب إنسانية ناس إلى سعادة وفرحة. ويقول أسامة عبد المحسن إن ابنه لما كان بيتفرج على كريستيانو رونالدو يقول له يا بابا أنا نفسي أقابله في يوم من الأيام، فالراجل يضحك ويقول له يا ابني تقابله فين؟ قابله. وحصلت بسبب إنسانية ناس. الإنسانية حاجة حلوة قوي في الدنيا يا جماعة. خليك إنسان قوي، خليك إنسان رحيم مع جيرانك، مع مراتك يا أخي، مع أولادك، مع كل اللي حواليك. من أجمل ما نحيي ببلادنا عودة الإنسانية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.